لنقاش ملف الكهرباء ينضم إلينا من مدينة إسطنبول تركيا الدكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. بداية، كيف تفسر الغضب الشعبي وتظاهرات في مختلف مدن الجنوب على سوء الخدمات وأزمة الكهرباء؟ نعم، لا شك أنه منذ عام 2003 وحتى اليوم أنفقت الحكومات المتعاقبة أكثر من 1000 مليار دولار ما بين موازنات وما بين هدر عام في الدولة العراقية نتيجة الفساد المستشري في هذه الدولة. وبالتالي لو كانت هنالك دولة نظيفة وحكومة قوية وقادرة على أن تخدم الشعب لوجدنا اليوم أن مجمل الخدمات وليس الكهرباء فقط هي في أرقى الحالات، لكن مع الأسف نحن نعاني من غياب حكومة قادرة على تنظيم البلاد، وهذا من المؤكد أنه سينعكس على الوضع الشعبي العام وهذه المظاهرات الموجودة اليوم في العديد من مدن الجنوب العراقي وغيره، هي نتيجة طبيعية نتيجة عدم قدرة المواطن العراقي على التحمل أكثر بسبب سوء الخدمات الموجودة في البلاد. وبالتالي نرى أنه على سبيل المثال الأيام السابقة لمرحلة الانتخابات قيل لنا أن غالبية المدن لم تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي نحن أمام نوع من الحرب النفسية على المواطن العراقي، وهذا بالتالي. دكتور جاسم، تحدثتم عن إنفاق ملايير ومبالغ كبيرة في قطاع الكهرباء، هل يبرر هذا برأيك الفشل والذي أدى إلى التوجه إلى خصخصة الكهرباء، وإلى أي مدى ستكون الخصخصة حل لهذه المشكلة؟ هي الخصخصة ليست سيئة بهذا المعنى الذي تفهم اليوم، هي نوع من الاستثمار في الكهرباء في البلاد، لكن المشكلة هو في الوضع العام للمواطن العراقي. نحن أمام مواطن يعاني من البطالة، يعاني من عدم وجود فرص عمل، وبالتالي لا يمكن لهذه المبالغ التي تفرض من قبل هذه الشركات أن تكون ضمن إمكانيات هؤلاء المواطنين. وعليه المشكلة هي مشكلة جذرية في مجمل الوضع المادي لمواطن عراقي نتيجة انعدام فرص العمل، وكذلك بسبب عدم توفير الحكومة للظرف الأمني الذي يدفع الناس للعمل في هذا القطاع التجاري أو الصناعي أو ذاك، وبالتالي تبقى الحكومة هي المسؤول الأبرز عما يعاني منه المواطن العراقي. يعني وفقا لوزارة الكهرباء هذه المعاناة ستبقى مستمرة، حيث أن أزمة الطاقة الكهربائية ستستمر وفقا للوزارة 20 عاما أخرى في حال استمرار الفوضى في عملية التوزيع. لماذا يلقى برأيكم بتبعات أزمة الكهرباء على المواطن؟ هذه هي نتيجة طبيعية لوجود حكومات تستخف بالمواطن، وعليه لا يمكن أن يعقل أن المواطن هو سبب هذه الأزمات. نحن في بلدان يستهلك فيها المواطن أضعاف ما يستهلك المواطن العراقي، والكهرباء متوفرة على مدار الساعة، وبالتالي القضية لا يمكن بأي حال من الأحوال إلقاء اللوم على المواطن. الدولة والحكومة هي المسؤولة عن توفير الخدمات للمواطنين، وهذا الأمر غائب في العراق. كان النائب عن ائتلاف المالكي فردوس العوادي قالت إن وزير الكهرباء فشل في إدارة وزارة مهمة كالكهرباء ولم يقدم أي منجز، ما أدى إلى عدم ثقة المواطن بالوزارة. انطلاقا من مثل هذا التصريح، هل المقصود منها أن المواطن كان يثق فيما مضى بالوزارات السابقة؟ ومن الذي نجح من الوزراء إلا بعض الوزارات البسيطة التي سجلت بعض النجاحات، وبالتالي الفشل هو في مجمل عموم الحكومة العراقية في مجمل الوزارات، وبالتالي الوضع ليس فقط في وزارة الكهرباء، وإنما هنالك فشل واضح في العديد من الوزارات، وهذا نتيجة عدم وجود استراتيجية أو خطة عمل لهذه الحكومات. ولو على سبيل المثال رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي أكد أنه سيحارب الفساد، واليوم انتهت مدة الحكومة، عمر الحكومة انتهى اليوم، وحتى اللحظة لم يقدم العبادي أي مسؤول كبير
في الدولة العراقية لمحكمة بتهمة فساد، وهذا يؤكد أن القضية قضية الخراب مستشرية في عموم الوزارات العراقية. إعادة نفس الوجوه في العملية السياسية إلى الواجهة الآن، هل ستغير شيئا في الواقع العراقي برأيكم في ظل الشعارات التي يرفعها من يريد تشكيل الحكومة بأنها ستكون حكومة تكنوقراط أو ضد الفساد؟ طالما هنالك طائفية في المشهد السياسي العراقي لا يمكن أن يتغير الوضع العام في العراق. نحن بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية، حكومة قائمة على مبدأ المواطنة، وهذا الأمر غير موجود في غالبية الشخصيات الموجودة اليوم في الفائزة في الانتخابات، وبالتالي أعتقد أن المشكلة ستبقى مستمرة، والأمر بحاجة إلى هزة كبيرة يمكن أن تعيد البلاد إلى حكومة وطنية قادرة على أن تتخلص من روح الطائفية، وهذا الأمر مع الأسف ما زال موجود في غالبية الشخصيات الموجودة اليوم في المشهد السياسي العراقي. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي دكتور جاسم شمري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.